سمعنا عن كوزين فينومينا؟ مين ما سمعش عن كوزين فينومينا؟ بدون إحراج. شباب، مين ما سمعش عن كوزين فينومينا؟ طب اللي سمع عن كوزين فينومينا ايه؟ كوزين فينومينا. طيب. فورس تروماتيك فالجاس ديفورميتي اوف ذا ابر تيبيا. كلنا شفنا الكسر ده مش كده؟ تعمل له ايه؟ كلنا خدناه تصليح الجامد. هنعمل له كلوز ريدكشن وجبس مش كده؟ طب ايه البروكوشنز؟ لازم تعرف اهل الطفل ان هيحصل بروجريسيف فالجاس ديفورميتي، والا هيجي يقول لك دكتور ما اعرفش فلان فلاني ويدعي عليه هو اللي عمل جبسه غلط. هو ما جبسوش غلط، هو حصل بروجريسيف فالجاس ديفورميتي للاسباب الاتيه. الراجل ده هو لويس كوزين، هو ده السبب، هو اللي شرح اللي هو يعني كوزين اللي هو الشخص اللي وصف الكونديشن دي. احنا عندنا قلنا اللي هو اللونج بون او الابر تيبيا، دي الابر تيبيا، ده الميتافيسيس وده الفايسيس او الجروث بليت وده الابيفيسيس او الاوسيفيك نيوكليس. يعني قلنا الازرق ده الايه؟ البروستيوم. وبعدين البروستيوم هيجي يتحول هنا يبقى اسمه ايه؟ بيري كوندريوم، وبعدين يبقى الكارتليج مش كده؟ البيري كوندريوم ده هوت، وفي عندنا نود هنا اهوت او الحفره دي جروف، جروف كده اسمه ايه؟ جروف اوف رانفير، رانفير اللي وصف هنا اهو. البريكوندريوم ده هوت عامل زي حزام البنطلون كده، عامل زي حزام حوالين الفايسس، ماسك الفايسس كده اهو، عامل له تيذرنج، ماسكه الفايسس عايز، انت عارف في بالونه مثلا عايزه تطير او حاجه عايزه تطير وانت ماسكها بايديك الاثنين كده، طب لو سبت الايد دي هيحصل ايه؟ الناحيه دي هتطير والناحيه دي ثابته. فكانوا زمان قبل الايرا بتاع الليم لينثنينج والحاجات دي، علشان يعملوا اكسلريشن اوف جروث وستيميليشن اوف لينثنينج، يجي هنا ويروح قاطع البروستيوم، شايل سليف من البروستيوم داير ما يدور. طب لما شلت سليف من البروستيوم حصل ايه؟ الحزام اللي ماسك ده اتقطع، فحصل ريليز للفايسز اللي هو ايه؟ هوتر فولكمان لوب، حصل له ريليز فطول. طيب لما حصل كسر هنا والكسر ده انكمبليت، ايه اللي اتقطع ميديال هنا؟ البريوستيوم اتقطع، لذلك لما بتيجي تعمل ريدكشن بيبقى انكمبليت ريدكشن اهو. شوف الجاب دي اهو، في جاب هنا، السبب فيها ان هي لما دي انكسرت البريوستيوم اتقطع وانسلخ، انسلخ مع دي، يعني انسلخ من هنا وطلع مع دي، بقى عامل زي القماشه كده وراح داخل ريفليكتد وداخل هنا اهوت. تيجي تعمل ريدكشن يمنع الريدكشن. لذلك بعض الناس يقول لك ايه، حاول تكسر دي كمان وتعمل اوفر كوركشن، يعني وانت بتجبسها وديها في سنه فارس علشان ايه؟ ولكن يعني هل ده بيصلح او لا؟ يعني غالبا لا يعني. فده السبب ان هو بيحصل اكسلريشن اوف جروث ميديالي ويحصل بروجريسيف فالجس. بعض الناس بيقول ان هو سيلف ليميتد، يعني هياخد سنه ولا اثنين وهتستوب وهتقف، لكن حاجه ملاحظتنا ان شفت حالات قعد سنتين وثلاثه وما اتصلحتش، اللي هو زي ما اتكلمنا عنه اللي هو ايه؟ هوتر فولكمان لوب، بيحصل ريليز للميديال سايد اوف ذا فايسز ويحصل اكسلريشن اوف جروث. طيب ودي الفكره بتاعت الايه؟ الجايد جروث، انك بتعمل اريست اوف جروث الناحيه دي في اكسلريشن اوف جروث. طب ليه ما اعملش اوستيوتومي؟ انا لو عملت اوستيوتومي في الابر تيبيا هعمل الكوزين فينومينا من تاني، كاني بعيد نفس القصه، هعمل اوستيوتومي هصلحها ويرجع يحصل بروجريسيف ديفورميتي مره تانية. لذلك الانسب لها والافضل انك تعمل ايه؟ جايد جروث، انك تمسكها بالايه؟ بالايد بليت على الميديال سايد. وطبعا الجايد جروث لازم بيبقى المسامير بتبقى فولي ثريدد، يفضل فولي ثريدد، ممكن تبقى كانيوليتد وممكن تبقى سوليد، لو الطفل حجمه كبير ممكن تحطهم سوليد، مش لازم يبقى كانيوليت، تخرم الاول بالمسمار الكانيوليتد وبعدين نحط المسمار السوليد.
انا شخصيا بحطهم سوليد، بخرم الا اذا كان الموقف صعب يعني، بحط المسمار كانيولات اخرم بيه وبعدين احط السوليد، وبيوفر في الفلوس ارخص بكتير يعني. طبعا المسامير ما بتبقاش قصيره والا هتتخلع تمرس يعني، ولا تبقى مسامير رفيعه عشان ولا هتتكسر. دي طريقه التركيب يعني، وطبعا مش هنتكلم في التفصيل عشان ما نضيعش الوقت. وانا شخصيا بحب المسامير تبقى بارلل او كونفرجن، داخله على بعضها سنه، بس ما تبقاش داخله في الفايسز عشان تدي لي فرصه كوركشن كبير، ويبقى ماشي مع الاكسس بتاع الارض زي كده. الانسجن طبعا صغير، المشرط يفتح السكين، سبكوتينيوس تيشو الديب فاشيا، واوعى تلمس البريوستيوم ولا البريكوندريوم بالمشرط. ليه؟ هتعمل انجري للبريكوندريوم، هتعمل كومبليت جروث اريست، وتعمل فايسيال بار. يبقى بس الديب المشرط يفتح سكين سبكوتينيوس تيشو، سنيب في الديب فاشيا، وبعدين تفتحها بالمشرط وبلانتد السكشن، وتتحط فوق البريكوندريوم او فوق البروستيوم، ما تفتحش البروستيوم ابدا زي كده لحد ما يحصل اوفر كوركشن حوالي 10 درجات يعني. حد فتح خالص اهو، دي هي دي فتح زي كده وحصل اوفر كوركشن. ليه؟ لان بيحصل اول ما بتشيل البليت بيحصل هي اوفر كوركتد 80 درجه، هي الميديال بروكسيمال تيبل انجل 80. مع الوقت كام شهر 6 شهور حصل ايه؟ ريباوند، كانك ماسك سيستم بايدك كده وضغطها ضغطها ضغط بايدك، اول ما تسيبها يحصل ايه؟ تروح مفرود، اللي هو بيسموها ريباوند فينومين. اول ما تشيل الايه بليت، لذلك بنعمل شويه اوفر كوركشن بالذات في الاطفال اللي هم الصغيرين. ده كان سنه 6 سنين. تمام، دي سريعا كده الايه؟ كوزين فينومين عشان نختم الايه؟ الجروث بليت، ونبقى خلصنا الجزء بتاع الجروث بليت كله. حضرتك بالنسبه لما بيحصل لنا الكوزين بعد البلاون كوركشن، يعني لو احنا مثلا صلحنا حاله التراند بوستيرور، حصل كوزين فيلم هي تروجينيك كوزين، حصلت معايا الحقيقه. يعني كنت في الاول كنت ببقى حريص في اما اجي اعمل حالات اللي هو الانفانتايل بلاوند، كنت ابقى حريص ان اعمل اوستيوتومي تحت التيبيال تبروستي، زي ما كان انت عارف زمان كان في راب اوستيوتومي اللي هو اوبليك اوستيوتومي من تحت التيبيال تبروستي واوبليك وما اعرفش ايه، فكنت ابقى حريص اكثر تحت التيبيال تبروستي بالظبط. فلقيت كذا حاله حصل فيها ياتروجينيك كوزين فينومينا، فبقيت اتعمد انزل تحت شويه عشان اتلافى ان يحصل اكسلريشن اوف جروث. بقيت انزل عند الميتافيزيو دافيزيال جانكشن، يبقى اقيس التيبيا جانكشن بتوين اللور تو ثيرز والابر ثيرد، بين ال واكثر واصلح وما اعملش اوفر كوركشن، جاست نيوترال كوركشن. لان في حالات الحقيقه برغم ان انا ما بصلحش البوليجز في الاطفال اقل من سنتين ونص او ثلاث سنين، يعني اعتقد في حالات ما كانتش انديكيت عملناها وما كانتش انديكيت، وممكن تكون هذه الحالات الالم. فيعني من بعد ما عملت الطريقه دي ان انا بنزل ببسيطه من تحت وما اعملش اوفر كوركشن، ما بقتش اشوف حالات اللي هي الياتروجينيك بلاوند، اسف الياتروجينيك كوزين فينوم. فانت انزل بالاوستيومي تحت شويه عند الجنكشن بين الابر ثيرد والميدل ثيرد، وما تعملش اوفر كوركشن، خليها نيوترال بس. التريتمنت بتاع الكوزين ده بنعمل 10 درجات اوفر كوركشن، بترجع بعد كده زي الحاله دي. الحاله دي مش بس حصل ريباوند، ده الولد ده انا ما جبتلكوش الفول اب بتاعه، رجع اسوأ من الاول. ما انا بسأل حضرتك نوصل لحد فين؟ هم 10 درجات ما تزودش عن كده، ولا هتقلب بقى هتقلب بلاوند. فانت بتزود 10 درجات وتقول يا رب انها يعني ايه يحصل ريباوند بس يصلحوا لي ال 10 درجات دول. الولد ده بيقول لك حصل ريباوند وقلب اكتر من الاول. وعملت له ايه؟ ما قوليش بقى، وافقه بالثقه فقال لك